بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اهلا بكم اعزائي المشاهدين الى هذه الحلقه الجديده من برنامج أركان. الله اكبر تتضاءل الهامات عند هتافنا بها وتنحني القامات وتصغر الدنيا وتهابها. الله اكبر قوة الكلمه وللمعاني عظمة الله أكبر صوت يفتح الدروب المظلمة ما أكبر مداها وما أروع صداها رسالة للخلق من الإله الكبير واستشعار لجبروت الرب القدير بها الكبرياء بها التمجيد والثناء بها الاعتراف بأن عبيد ضعفاء كان يسمو بها الإنسان رحبوا معي أعزائي المشاهدين في ضيفنا في هذه الحلقة دكتور خالد الجبير استشاري جراحة القلب حياك الله ضيفنا الكريم حياك ربي وبياك جعل الجنة مثواي ومثواك والمشاهدين والمشاهدات والمسلمين أجمعين اللهم آمين اللهم امين. الله اكبر لفظ نسمعه في بدايه الاذان. لفظ نقوله في بدايه الصلاه. لفظ ايضا نكرره في تكبيرات العيد. وفي ايضا اتمامنا لشعيره الحج. يتكرر هذا التكبير. ترى ما هي هذه الرساله التي نستشفها من التكبير. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على افضل علي خلق الله. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أسأل الله العلي العظيم من الكريم الرحمن الرحيم ممن يعظم الله سبحانه وتعالى تعظيما يليق به جل سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى يملأ قلوبنا تعظيما له ويجعلها هي حياتنا والتي نعيش من أجلها الله أكبر عندما تتكرر بهذه الأرض لا بد أن يكون هناك رسالة من الله سبحانه وتعالى وهو يعني معناها عظم هذا الرب العظيم وهذين وهاتين الكلمتين هي خالصة لله سبحانه وتعالى لا يمكن أحد يسمعها لا يمكن واحد يقول أنا أكبر أو أنا الله أو أنا الأكبر فالرسالة واضحة هو في تعظيم الله لكن السؤال إذا كان هذه الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نعظمه فكيف نعظمه؟ أولا تعال نشوف من هو هذا الرب العظيم؟ اسرد عليك بعض الاحاديث وهي بعضها عند البخاري وبعضها عند مسلم ستتعج يعني ترى هذه القوه العظيمه عندما يقول في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من أحبار اليهود، قال يا محمد صلى الله عليه وسلم سلسل. إنا نجد يعني قصده نجد في التوراة أننا نجد أن الله يضع آه يجعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع والشجر على إص إصبع والماء والثرى على إصبع و جميع الخلائق على اصبع ثم يهزهم هزا فيقول انا الملك انا الملك فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا له ليس كما يقول بعض الناس ضحك سخريه من لان الحديث كلام ابن مسعود لا يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ونصدق كلام ابن مسعود ولا فالحديث يقول فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله لقول الحبر ثم تلا وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته والسماوات مطويات في يمينه تخيل ربي ها الخلائق كلهم سماوات وارض وخلق وارض ثرى وشجر كلها على أصابعه ويهزها ويتحدى فهو الملك ليس له مناسب عن عباس بن عبد قال 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 صلى الله عليه وسلم صحيح. هل تدرون كم بين قبل ما اقول لك هذا الحديث اقول لك حديث اخر قريبا من الاول عن عبد الله بن عمرو قال قال صلى الله عليه وسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامه ثم ياخذهن بيده اليمنى كل السماوات يطويها بيده اليمنى فيقو... ثم يقول انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون ثم يطوي الارض بشماله ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ قدرة عظيمة أنت لا تتخيلها. يعني لا يمكن أن تصدق، يعني أقصد لا يمكن أن تتخيل هذه، لذا ليس عليك إلا التسليم والتصديق أن هذا الملك العظيم ليس كمثله شيء وأنه هو فعلا ملك 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 عظيم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في ركوعه في قيام الليل سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمه اذا انت قلتها يا ابو علي و, و آآ آآ من قلبك ومركز فيها حسيت انك ذليل وحسيت ان ربي فلذا تزيد ركوعك مرة ثانية سبحان ال سبحان ذا الملكوت والجبروت سبحان والكبرياء والعظمة سبحان يعني انا ذليل مم. يعني انا لا شيء امامه ولما ايضا الانسان يعني يتامل خلق الله عز وجل كيف الانسان الان هذا الانسان الصغير في كرة أرضية، الكرة الأرضية ضمن المجموعة الشمسية المجموعة الشمسية ضمن مجموعة درب التبانة، درب التبانة ضمن <applause> هذا الكون الفسيح فلما يتخيل هذا المشهد العظيم انه كله من خلق الله عز وجل خذ خذ حديثا لا تاخذ كلاما تفضل حديثا عند البخاري عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما بين السماء والارض؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال بينهم مسافة مسيرة 50، 500 عام، 500 سنة، وكم بين السماء والسماء؟ خمسين مسيرة 50، 500 سنة، وكم عرض كل سماء؟ يعني كثافتها 500 سنة يعني يعني في سبعة نضربها؟ نعم يطلع حوالي 3500 سنة لا الحين كل سماء كثفتها 500 آه ماشي يعني, نضرب 5 ب 700 ايوه ونضرب بعد مره ثانيه نعم 7 ب 500 مره واضرب ولا تنسى 500 م. اللي ما بين السماء والارض يعني 7500 وستاتي ال 500 الاخيره م. وما بين السماء السابعه والعرش بحر هذه مسيرة 7000 سب... تقريبا و500 سنة اصبر ما بعد جاء و... وما بين السماء السابعة والعرش والعرش بحر, بحر. عرضه كثافته بين أعلاه وأسفله مسيرته 500 سنة فصار عندنا كم؟ 8000 سنة تقريبا قال والله فوق العرش سبحانه مستوين فوق والله آآ آآ والله سبحانه وتعالى فوق ذلك فوق العرش وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم إذا القضية أنا هذا التعظيم يجب أن أحياه مو كلام وإذا قضية يعني مسلم يعني يجب أني أعيشها ويجب أن أكون واضح الأمر بالنسبة لي أني خالقني عظيم ويجب أن يكون عملي عظيماً لهذا العظيم يجب أن يعظم كل شيء أمرني به يأتي واحد ويقول لك يا أبو من هؤلاء اللي يشككون يقول لك أبو علي طيب ربي ينزل في الكويت في السماء الدنيا طيب وبينزل في السعودية وبينزل في مصر قبلنا هذه جنبها طيب شلون ينزل في آآ 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 أمريكا وكيف يا أخي يصير طول عمره نازل آآ يعني آآ على طول نازل في السماء الدنيا نقول له أي واحد يجي يكلمك بهذا الكلام بهذا السؤال أنا أضرب هذا السؤال ويمكن أضرب سؤال ثاني نقول له أنت تؤمن بالكتاب تؤمن بالله يقول لي إيه؟ إذا قال لي إيه؟ قل إذن من باب أولى أن تؤمن بكتاب الله يقول إيه قل إذا تؤمن بكتاب الله نعطيك آية من آيات الله واحدة لن نكثر عليك لما يقول ربي سبحانه وتعالى في صورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر هذه قلنا بسيطة لكن وما تسقط من ورقة إلا يعلمها اي عظمه عنده هذا الذي لا تسقط ورقه في الكويت ولا في امريكا الا يعلمها اليس قادر بطريقه انا لا استطيع افكر فيها او اشبهها او امثلها او اصنفها او اكيفها انه ينزل انا علي بما انه قال ينزل فهو ينزل كيف ما هي شغلتي اذا انت تقول لي طيب انا اقول لك كيف يعرف الورقه وهو كم بعد ثمانمية مسيرة ثمانية آلاف سنة ويعرفها كل ورقة كل ورقة وكم تطيح من ورقة في اليوم في الثانية ولا رطب ولا يابس الا في كتاب الا في كتاب اذا القضيه انت تتكلم مع عظيم فلا يجوز انك تحكم عليه بعقلك وانت مخلوق من مخلوقاته كيف نعم يعني اية واحد اما هذا اللي اذا جاءك قال لك واحد لا أو لا اؤمن بالكتاب قل له ما انت بكفو اصلا اكلمك إن قال لك هذا الكلام رجل يؤمن بالكتاب نقول لك تعال نحاجك بما هو أعظم من الكتاب أبو بكر رضي الله عنه قالوا له تعال يا أبو بكر أتصدق أن رجلا يذهب من مكة إلى بيت المقدس ثم يرجع في ليلة قال لا قال صاحبك قالها قال أو قالها قال نعم قال صدق قالوا كيف قال انا اصدق في اعظم من ذلك يقول لي كلاما يقول انه من ربي فاصدقه فاذا كنت انت تصدق يعني هو انت يا هذا الذي يجادل يصدق بالكتاب من باب اولى فعليه ان يصدق بكل شيء في الكتاب او نقول لك انت ما عندك سالفه فاصل ثم نكمل هذا الحوار مع ضيفنا الكريم الدكتور خالد الجبيل قيم هي الاركان يسمو بها الانسان. قيم هي, هي الاركان يسمو بها الانسان. جمعتنا لمة الناس مع بعضها لما تكون القلب القلوب صافيه بين الناس هذه تمثل الدنيا وما فيها. الله سبحانه وتعالى قال بسوره الاخلاص قل هو الله احد الله الصمد فانت لما تكبر الله سبحانه وتعالى انت تعترف بالربوبيه. الله اكبر الله اعظم يا حياه الروح. هذا يمثل لي كل شيء، راحه نفسيه يمثل لي اني اكون يعني على باحسن حال. قيم هي الاركان يسمو بها الانسان. حياكم الله اعزائي المشاهدين في برنامجكم برنامج أركان وموضوع حلقتنا عن الله أكبر التكبير تعظيم الله عز وجل مع ضيفنا الكريم الدكتور خالد الجبير استشاري جراحة القلب حياك الله ضيفنا الكريم أهلا وسهلا ضيفنا الكريم قبل الفاصل كنا نتكلم عن الرسالة من التكبير واستخدامنا لهذه الكلمة في عدد من مواضع كيف لما انا اكبر الله اكبر اي ان الله اكبر من الدنيا وكيف انا اكبر احمد الله عز وجل في موضع اخر ان اعانني على عباد الله عز وجل في نهايه رمضان في نهايه شعيره الحج لكن رغم ايضا الامثله التي تفضلت بها وكيف ان الله عز وجل هل مقياس وحديث اخر مثل الاراضين السبع وكذا كحلقة في فلا والسماوات السبع كحلقة في فلا فلا هي الصحراء، حلقة بسيطة كذا هذا التعظيم الذي هو عند الأصل أن يكون عند المسلم رغم ذلك نجد من يشكك ويبعث الريب على هذه الحقائق صحيح لكن زي ما قلت لك أنا بضرب لك مثالين في تناقض بعض الناس وانا قلت لك هذا الذي يسالني سؤالا فيه تشكيك على طول اساله هل تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم اذا انت تؤمن بالكتاب والسنه اذا انا حجتي معك الكتاب والسنه ما فيهما حجه جاني واحد مره قال لي يا دكتور هذول اللي في ادغال افريقيا او في, في الامازون وذ المناطق اللي ما يعرفون ولا سمعوا بالله ليش يحاسبون كلام منطقي لكنه شيطاني يعني انت شو عليكم يعني يعني انت قاعد بس تشكك العالم قال ليش ربي يحاسب وكل سؤال شيطاني له جواب في كتاب الله لكن يفتح الله به على بعض الناس ويغفل عنه بعض الناس. <applause> كلام اذا جيت الواقع في منطق فانا فكرت كيف ارد على هذا الرجل المبارك؟ قلت له انت تؤمن بالكتاب؟ قال لي شلون انا مسلم انا؟ يغرك السؤال ذا انا مسلم طيب اسمع كلام ربي في سوره الاعراف يقول ربي سبحانه وتعالى واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذرياتهم واشهدهم على انفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين يا ولدي ربي اخلى اخرج كل بني ادم من ظهر ادم كلهم الى يوم القيامه قال انا ربكم ولا لا قالوا لا قال شو ما تقولون يوم القيامه احنا كنا عن هذا غافلين او منا او منا او سوى او حط فسكت قلت يا اما انك تؤمن إن ربي قال للناس كلهم ووصلت الرسالة واضحة للناس لكل بني آدم أن ليس هناك إلا إله واحد أو أنك تنكر هذه الآية بما فيها قال بس كيف؟ كيف ما أدري أنت لا تسألني كيف أنت تسألني آية موجودة في كتاب الله؟ وهو مؤمن بكتاب الله. وانت مؤمن بكتاب الله. كيف هذه ميب أنا انا ما اعرف انا كيف. كيف ربي اخرج هذه الناس؟ وكيف قال لهم؟ وكيف سوابهم؟ وكيف خلاهم يؤمنون؟ وعلى المعلومية الله اخرج بني ادم ثلاث مرات. وكلها يعني فيها طرائف. وكلها باحاديث صحيحة ثابتة. الحين هذه آية انتهينا منها، وليشكك فيها كافر، فلذا هذا النوع من البشر الذي إذا أعطيته الآية رجع هذا على خير، ليس هناك مشكلة عنده، لكن المشكلة الذي يجادلك في الآية، جاءني رجل ما أعرف كلمني بالتليفون ما أعرف من أي البلاد هو قال لي يا دكتور في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة كيف تقولون أن الإنسان ينظر إلى ربه يعني أن الله مجسد وتجسيد الرب هذه من اليهود مم. قلت له يا أخي نقاشي معك سيستند على ماذا شنو المرجعية اللي بيننا ايه شنو عشان نتفاهم قال على كتاب الله قلت له هل تقبل بكتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولن اتيك الا باحاديث البخاري ومسلم تقبلها قال نعم قلت طيب فقلت له اقوال الصحابه فيها كلها ان ابن ادم ان المسلم من فضل الله عليه انه يرى ربه نظره لا يضار فيها كالبدر كما يرى البدر ليلة خمسة عشر وهذه عند البخاري وعند مسلم وقلت له حديث الآخر إن الله بعد ما يدخل الناس الجنة ينظر إليهم فيقول ماذا تريدون ماذا تسألون قالوا لا شيء قال بلى في شيء ثاني أنزلت عليكم رضاي لا أض... لا أسخط عليكم أبدا قال بس هذا احاديث ضعيفه قلنا لك قلنا لك هذه احاديث عند بخاري ومسلم وحنا مرجع قال لا بس الشيخ الفلاني قال كذا وكذا وكذا قلت احنا نقول لك الشيخ الفلاني ونقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم الله عليه لكن اسمع يا اخي اسال الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم ان كنت لا تد لا تؤمن بهذه الاحاديث ان لا يريك وجهه قط وان يحجبك عنه فانتفض. نعم قال انا كنت ما كنت لا تؤمن خلاص اسال الله ان لا ي... انت ترى وجهه وان يحجبك عنه مم. كما في سوره المطففين فارتدع ليه؟ لانك انت تحاول ان تس... تحرك جميع الوجدانيات نعم فهو ايش سوى؟ خاف ان تكون صحيح وان مذهبه او اعتقاده اعتقاد شيطاني قال لا تراجع. زين دكتورنا انت الان يعني ايضا في جانبك الطبي وربما في هل ممكن هذه القضايا وهذه التشكيكات كلها بعد نفسي؟ لان الان هو قد يكون سؤال منطقي لكن في بعض الناس قد تكون عنده مشكله نفسيه، ممكن هذا يكون؟ انا احاول اضرب لك مساله كلمني محمد العوضي. <applause> خلنا ذكرت القصة قال في شاب ملحد سعودي وانه كلمني وكذا وكذا وابغاك تكلم كلمت يا ولدي وش فيك؟ قال انا ما اؤمن بالله طيب ليش يا اخوي ما تؤمن بالله؟ قال انا لما كنت متوسط سالت مدرس التوحيد قلت له كيف أين الله وما هي مهيته قام نهرني وخسأني وسوابي وحطني ومسح بالأرض قلت له طيب كلام جميل قلت طيب لو في واحد يا ولدي قال الواحد سب واحد وقال لها اكرمك الله انت حمار انت بقره انت ثور قام ذاك اخذ سلاح وضربه قتله م. شو رايك؟ قال يعني لا يعني تصرف الكلام ذا ما يست ما يستدعي ان واحد يقتله قلت هذا انت الذي فعلته هذا الرجل اخطا لكن انت رده فعلك كانك ذبحته ما كان يعني كأن يعني غير منطقيه فانت ولدي لست ملحدا قلت انت مريض نفسي انت تحتاج الى علاج نفسي انت جيتك كلمه رده فعل رده فعلك هذه رده فعل فوق ال ال هذه فكمن اقول لك هذا شباك تقولي لا هذا باب فاذا انت ترى ان هذا الشباك باب معنى انك مريض نفسي فانت يا ولدي لا تروح مشايخ ولا تقول كلمت العوضي وكلمت فلان وعد لي سبعين شيخ ولا ولا جاوبوني قلت ما حد يجاوبك لانك مر... ما انت مقتنع بأجاباتهم لانك مريض نفسي واغلب هؤلاء الذين يسالون اسئله عجيبه مرضى نفسي وهذا الشخص اللي قلت له عن رؤيه الله عز وجل إيه؟ انتهى الموقف عند إيه؟ ارتبك وطبعا لما قلت له انا اقول انا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي لكن قال الشيخ الفلاني شيخ من مشايخه كنت اقول لك انا قال صلى الله عليه وسلم تقول لي قال الشيخ الفلاني لكن اسمع يا اخي وما انا وياك اتفقنا ان يكون بيننا الحكم الله ورسوله أن تضيع وقتي فاسمع يا أخي والذي لا إله إلا هو أسأل الله أن يحجب عنك وجهه ولا تراه يوم القيامة وأن ينطبق عليك الآية التي في سورة المطففين لا حاجة آه الذين آه الذين والذين هم يومئذ عن ربهم محجوب فخافوا فخاف وتراجع وكذا فلذا يا اخواني تعظيم الله أن تتعامل معها بعقلك لأنك أنت لا تستطيع أن يعني أنت تخيل ربي شايل السماوات الخمس على أصابعه الخمس السماوات على أصابع السماوات على أصبع والأرض على أصبع والخلق على أصبع والثرى على أصبع والشجر على أصبع ما تتخيل فلذا عليك إيش أن تؤمن لذا بالنسبة لنا نحن كمؤمنين ما عندنا إلا يقين واحد يقين الحق ما يقال انواع الحق اليقين علم اليقين يحق وعين اليقين هذا كلام ساقط ولو ان قال به علماء عظيم لكن ما يمشي مع ربي انا عندي انا وانت هل تشك ان ربي ما عنده نار؟ سبحان الله اكيد هل تشك ان عند ما عنده جنه؟ هل تشك في الحساب؟ هذا بالنسبه لك حق يقين لا جدال فيه فاذا ما في شيء المسلم عنده يقين واحد وهو حق أما الكفار فهم يتدرجون بين علم اليقين وبين عين اليقين بل أن بعض الكفار عنده حق اليقين وليس مؤمن لذا لا بد مع, مع اليقين أن يكون هناك تصديق كما قال حيي بن أخطب يسأل ولده يقول أهو أه هو للرسول صلى الله عليه وسلم قال أرني خاتم النبوة فأراه هي فقال لها الأبو أهوه هو قال هو قال أهو نؤمن قال لا بل نكفر بل العداء العداء فاليقين مهم جدا يا أخواني ألا نف نعمل عقولنا في قضايا نؤمن بها كما هي بقلوبنا حق اليقين لا شك عندي في ذلك ومن يشككني مَعْلِمًا اقول له انت اللي بيناقشني نتفق على مرجعيه مرجعيه تعال القران تقول لي هذولا ما دروا ربي يقول ما انا قايل لهم <applause> استاذنكم اعزائي المشاهدين بهذا الفاصل ثم نكمل هذا الحوار مع ضيفنا الكريم الدكتور خالد الجبير قيم هي الاركان يسمو بها الانسان هي الاركان يسمو بها الانسان حياكم الله اعزائي المشاهدين مره اخرى فاصلنا الاخير برنامجكم برنامج اركان وموضوع حلقتنا عن الله اكبر تعظيم الله عز وجل وضيفنا الكريم هو الدكتور خالد جبير استشاري جراحه القلب هيك الله ضيفنا الكريم حياك ربي وبياك وجعلك الآن نأتي نعم. عاد إلى قضية مهمة بعد أن استعرضنا لماذا نحن أو تعرفنا عن رسالة التكبير ثم استعرضنا على بعض المشاكل الموجودة في عملية من يشكك في هذه الحقائق وهذه الثوابت نريد الآن أن نعزز ما لدينا من حق وهو كيف نعظم الله جل في علاه الملائكة كما عند البخاري إذا قضى الله أمرا إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا له كأنه صاروا سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك يعني يقعدون الحد ما آه ينفذ الأمر كذلك إذا الله اوحى قال كلاما لي سيوحي به الى الرسول صلى الله عليه وسلم او غيره من الانبياء الملائكه كلها تسجد من هونه الامر ثم يقوم جبريل فياخذ الامر وينزل به فتسأله الملائكة ماذا قال الله؟ قال قال الحق سبحانه سبحانه وهو العلي الكبير إذا يا أخواني أنا رسالتي لي أول ولكل مسلم ولك إذا أنت الشيطان تدخل عليك قل كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم آمنت بالله تعوذ من الشيطان واخرج من هذا اذا جاءك واحد يناقشك لا تخلي قضيه انه يفهم سواء يهودي او نصراني او مسلم او اي واحد هذا الموجود عندنا في كتابنا قال لا اؤمن لكن انا اؤمن به يا انتهى خلك قوي اذا كان مسلم احشره مثل ما حشرت انا هذا قلت اسال الله الا ترى ربك فانتفض فلذا مهم جدا ان نكون اقوياء. نعم السؤال كيف نعظم الله كيف الله سبحانه وتعالى لما وضع في كل حركه من حركاتنا الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر هي رساله ان نعظم هذا الاله العظيم كيف نعظمه؟ بايتين عظيمتين في سوره الحج الأولى يقول ربي سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله أنت جبت الثانية معلش آه كنت أنا بجيب الأولى يلا بس عشانك أنت المدير الم آه قلت لك أنا مشاغب معك أنت آه 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 <applause> ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب إذا علي أنا أن أعظم كل شعيرة وذلك من تقوى القلوب يعتبر أي الصلاة أعظمها في قلبي تعظيم الصلاة بثلاثة أشياء والتنفيذ بواحد واحد لأن الصلاة لها ثلاثة مطالب المطلب الأول المحافظة عليها يا أيها الذين آمنوا آآ آآ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اثنين حفظها وهو أعظم من المحافظة عليها شوف المحافظة عليها أمر عظيم لكن حفظها أعظم مم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين إذا لن تبلغ عليين إلا إذا حافظت حفظت, حفظت صلاتك حافظت مو بحافظت عليها حفظتها المطلب الثالث وهو القمة وهو أن ترى هو الإحسان هذه الآن الأولى الإسلام الثانية الإيمان الثالثة الإحسان الإحسان أن تخشع في صلاتك وتجتهد أن تكون خاشعا فيها كيف أنفذ هذه الثلاث أن أكون مهتم بها أتوضأ قبل الصلاة قبل الأذان أهتم بها لا أقدم عليها دنيا ولا دين لا أقدم عليها دنيا أبدا مهما كان هذا الأول الصيام أن يصوم قلبي قبل بطني إذا أردت أن أعظم هذه الشعيرة أصوم قلب إذا قال صلى الله عليه وسلم ليس الصيام عن الطعام والشراب انما الصيام عن اللغو والرفث يعني تعظيم انت ترى ان تعظيم الشعائر ال التي أمر الله عز وجل بها له ليس بالمحافظة على أدائها فقط بحفظها بحفظها وتح وتحقيق المقصود منها نعم, نعم. ولا إذا ما, ما حققت لكن حفظها مهم مم. لذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الصيام عن الطعام والشراب انما الصيام عن اللغو والرمى من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله, لله حاجه رامل. ان يدع اذا قبل من تعظيم الصيام ان يصوم قلبي ولساني عما يغضبه قبل ان يصوم بطني عما احله تعظيم الحج الا ارفث ولا افسق ولا أجادل في الحج وأن يكون هدفي في هذا الحج أن أرجع كيوم ولدتني أمي حجا مبرورا فعلا مغيرني الحج تعظيم الزكاة كيف يكون؟ تعظيم الزكاة أن أعطي ما أحب أعظم شيء عندي أعطيه لأني أنا أعطيه ربي لذا قرر يقع في يمين ربي قبل أن يقع أو أنا أطلع الفلوس بأمرين الأول أن أعطي ما أحب وكلما أعطيت ما تحب كلما زاد تعظيمك لهذا الشيء يعني إذا عندك مثلا بتطلع مثلا عندك إبل والأصل أنك تطلع الوسط فهم؟ لكن قلت لا والله ما ما اعطي ربي الوسط. لانها لله فبعطيه الزين. جاك ولدك قال لك يبا هذا ب 40 دينار قال لا هذا حق ربي طلعوه لما تجي تذبح كبش وبتشتري بتروح بتلاقي 200 دينار او اقصد 100 بتلاقي واحد ب 200 لا والله بروح اشتري ذا ربي هذا هذا هو التعظيم أني تقدم أفضل أفضل ما عندي لن تنالوا البر حتى, حتى تنفقوا مما تحبون يعني. هنا الإنفاق ما تحب واحد أجود ما عندك والثاني أن تكون في حاجته مم. واحد ما عنده إلا طعامه عشاء جاء فقير قال أبي ذا العشاء قال خلا هذا أعظم من واحد عنده خمسة مليار جاء واحد قال أعطني مئة مليون أعطه إياه فهمت شو الفرق؟ سبق درهم ألف درهم نعم لذا مهم جدا التعظيم الأمر الثاني في التعظيم ألا أمن به ولا أؤذي به مع عب طبعا عدم بخس ذلك الرجل الذي دفع مئة مليون حتى المشاهدين ما يقولون هذا اللي دفع مئة مليون إذا حقق النية إن شاء الله وكذا اي بس ولو ما زال هذا اعظم منه يعني هذا اللي يملك يعني هذا انفق كل ماله اي هذا انفق كل ماله مسكين أيه هذا أيه يملك غداه بياكله أيه جاء واحد قال يا اخي انا والله جوعان قال خذ لا هو انا اقصد انه ايش قد واحد يكون عندي مثلا 10 مليار لكن ابو 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 5 مليار ال 100 مليون لم ياتي بزكاته زكاتها 125 مليون احنا ما بعد وصل زكاته الان فال 100 مليون لا شيء ليست شيء له لكن لو جاء أعطاه الخمسة مليار كلها نقول لك صح مثل راعي الاكل هذا في القضيه تعتمد على تعظيم هذا الشيء التعظيم هو انك ترى ان الله هو الذي انت اللي تعطيه لذا قال لنا ربي كبروا 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 للتعظيم الايه الثانيه وفي كل شيء يعني في الصلاه في جميع اركان الايمان جميع اركان الاسلام يجب ان اعظم الله، اعظم هذه الشعيره والتعظيم زي ما قلت لك بالثلاث وكلها تدور يا ابو حسن. علي على ان احفظها من الضياع ان تفسد يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى لا تمنن على الناس لا تمنن على الناس احفظها لا تقدر تقول والله احنا والله هذا رجال ما قصرنا فيك لا لا ما قصرنا يا ابو محمد والله هذا الرجال والله احنا ما ما نقصر عليه قبل الله اعطيه وقبل احط ليش؟ لذا قال صلى الله عليه وسلم من سمع سمع به وحقر وذلل لذا مهم جدا ان احافظ عليه الامر الثاني الايه الثانيه التي هي قبل هذه الايه حتى كم بقي دقيقتين مخرجنا الحين يقول لنا دقيقتين باقي الان تعظيم الله عز وجل من خلال ايتين ايوه ومن يعظم ذلك ومن يعظم شعائر الله ومن ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. اي الايه التي قبل التي قبلها في سوره الحج نعم يقول ذلك ومن يعظم حرمات الله اي فانه خير له عند ربه. تعظيم حرمات الله ان لا اقع فيها اني كيف طبعا انا ضعيف بشر اني اعتبر اذا انت اعتبرت اللمم كبيره اذا زلت عينك وانت ما تدري غصب عليك وقعدت لي يومين ثلاثه وانت تقول كيف زلت فمعنى انك لذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعمل اعمالا على عهد رسول الله نعتبرها من الموبقات وانتم تعملونها فلذا مهم جدا ان بس السؤال اللي بتسالني اياه كيف اجعلها في قلبي عظيمه؟ بامرين وبدقيقه بدقيقه اي بامرين الامر الاول أن أبتعد عن جميع مسببات الذنب. اثنين إذا وقعت أتوب بسرعة. شغلتي في هذه الدنيا وشي أعطي طاعات وأتوب. بس فأنا عظمت الله. ويكون هذا الإنسان المسلم رجاع بسرعة يرجع إلى الحق. إي أتوب بسرعة ولا أجد مبرر لنفسي. لأن إذا بدأت أفتح على نفسي مبررات الله غفور رحيم نعم الله غفور رحيم بس بعد ما تتوب ما بتقول اقول لك تب تقول يا الله غفور رحيم تب وقول الله غفور رحيم الله غفور رحيم الله غفور رحيم بعد ان تتوب لكن قبل ما تتوب هو شديد العقاب اذا لم تتوب فهو شديد العقاب فلذا مهم جدا ان اعظم حرمات الطاعات نعم واعظم الحرمات ما دام انا صرت كثير التوبه فصار الذنب عليه ثقيل وهي طريق لتعظيم الله عز وجل وهي هي كلها لان الرب نعم. قال ومن نعم. يعظم ومن يعظم نعم وتعظيم الله سبحانه وتعالى بتعظيم شعائره وبتعظيم حرماته نبتعد عن الحرمات لم يتبقى لي اعزائي المشاهدين الا ان اتقدم بشكل جزيل ضيفنا الكريم الدكتور خالد جبير جزاك الله خير دكتورنا على هذه المشاركه وشكرا موصول لكم على طيب المتابعه نلقاكم بحول الله عز وجل في حلقه جديده من برنامج اركان حتى ذلك الحين من لكم مني ومن فريق البرنامج اجمل تحيه والسلام عليكم ورحمه الله وعليكم ورحمه الله وبركاته